الجزائر واش تدخلنا؟ فرحان في الحقيقه باسكو شقينا تيرت الموسم ظن بلي هذا تتويج قا وتعب تيرت الموسم مقابله تتويج ثالث او ثاني بالنسبه لي الثالث الفريق الاول ولهذا نقول الحمد لله وصلنا باش دخلنا هذا الفريق للتاريخ نشكر اللاعبين اللي بذلوا مجهودات في نفس الوقت نقول شكر للجمهور اللي تنقل اليوم حتى البليده الحمد لله ربي ما خيبناش ضد فريق نظن بلي كان قادر يوليو في النتيجه في اوقات حرجه أكيد نظن باللي فزنا في مقابلات صعبة نظن التأهل تاعنا ضد وفاق سيف في نصف النهائي ولا التأهل تاعنا ضد مدينة وهران نظن هذو تأهلات ماهوش ساهلين هذا اللي عطانا شوية تجربة في المقابلات لعبناهم خارج الملعب تاعنا فرحنا على اللاعبين تاعك شكرا وسيلة سنعود إلى البلاطو والفواصل وبعد ذلك يكون عندنا الوقت الكافي لأن اللاعبين راح يكونوا على أرضية الميدان لتسلم الميداليات إذا بعد الفواصل نعود إلى الاستوديو المركزي ثم نعود مجددا هنا لنعيش سويا الفرحة البجوية ودموع الخيبة مع درفلو وأمل الأربعاء